عاوزين نشوف الباور ترانسميشن اوف ذات بيلت درايف. تمام، اول حاجه البيلت درايف ده احنا ما اتكلمنا، عاوزين نبص تاني على طريقه عمله. ايه اللي بيحصل لما بيجي يبدا هنا الموتور؟ الموتور يبدا يدور. تمام، الموتور هنا بدا عندي يدور، بدا ينقل ايه الباور للايه للدريفن بولي، فده الانبوت وده الايه الاوتبوت. بيبدا يحصل لي في جزء هنا اللي هو جزء اللي هو دوران ده اتجاه كده شمال، هيبدا يشد لي هنا ناحيه اسمها تايت سايد ويرخي ناحيه اسمها ايه سلاك سايد. تمام، عكس اتجاه الدوران، عكس اتجاه التايت سايد واتجاه الايه السلاك سايد. ماشي، طيب فالفكره بقى في ايه؟ الفكره دلوقتي ان احنا عندك التايت سايد والسلاك سايد بيبدا يحصل فيهم تنشن غير متساوي لما يبدا ينقل الباور، بيبدا يحصل تنشن ايه غير متساوي. بمعنى لو انا عندي دوت الدرايفنج بولي دي دريفن، فانا عندي ببدا بدور في الاتجاه ده، فانا ببدا هنا يحصل عندي تنشن قليل في اتجاه السلاك سايد، بيبدا يحصل عندي تنشن كبير في اتجاه الايه التايت سايد. تمام، فهو الفرق في التنشن دوت هو المسؤول عندي او هو اللي بيسبب لي الباور ترانسميشن في البيلت درايف. فانت عندك البيلت درايف في عندك تايت وسلاك سايد، والتايت سايد فيها تنشن عالي والسلاك سايد فيها ايه تنشن قليل، والفرق في التنشن دوت هو اللي بيعمل لي ايه، بيعمل لي باور ترانسميشن في البيلت درايف ايه بتاعي. طيب انت عندك دلوقتي في 6 انواع من التنشن او 6 مسميات للتنشن، عايزين نشوف ايه الفروقات ما بينهم. ماشي، اول حاجه دلوقتي عندك، خلينا هنشوف الفيديو ده عظيم عظيم جدا، بيوضح كل الانواع بشكل جميل. ماشي، دلوقتي انا معايا هنا ايه، دلوقتي معايا هنبدا من الاول، انا معايا ايه الجزء ثابت، يعني معايا هنا الموتور ثابت ويبدا هنا ايه معايا ده الدرايف بولي وده الدريفن بولي، فانا بيبقى عندي هنا في فيكس تنشن، فيكسد ايه تنشن اللي هو الاف بي دوت اللي هو بنسميه الانيشال تنشن، الانيشال تنشن. تمام، طب دلوقتي انا جيت عملت على البولي دريفن ديت، بقى عندي في لود، في لود بيأثر هنا، يعني معايا هنا وزن هنا تحت اهو شايفينه بيأثر على البولي ديت، فبدأ يعمل لي ايه، بدأ يعمل لي توزيع للتنشن، ان بقى في تنشن اكبر وتنشن اقل اللي هو الاف في التايت سايد والاف في السلاك اي سايد. هيبدأ عندي يحصل عندي روتيشن، لما بدأ يحصل عندي روتيشن بدأ يزيد عندي في عندي قيمة التنشن اللي هو بتاعة التايت والسلاك، بس زاد عندي نتيجة الروتيشن حصل عندي سنترفيوجال فورسز. السنترفيوجال فورس دي زودت لي الاف حصل عندي سنترفيوجال فورس او سنترفيوجال تنشن، زود لي التنشن التوتال. تمام، فده كده ايه انواع التنشن. اول حاجه الانيشال تنشن زي ما قلت لكم هو الشد البدائي اللي هو دلوقتي لو انا معايا ده بيدور هنا، فببدا اعمل هنا احركه بحيث ان انا ارجعه ورا، يبدا يحصل ايه يحصل عندي تنشن في السير، بوجع عام كل السيور لازم تبقى مشدوده وهي محطوطه، يعني لازم السير ده وانت بتشغله تروح ده تقعد تحركه لورا بحيث ان يبقى السير عندك ايه مشدود. ماشي ماشي، فهو ده التنشن موجود في حاله النون اوبريتنج، يعني مش بنتكلم على التنشن هو بيدور، يعني انا بس بوريك فكره الشد، ولكن هنا الانيشال تنشن هو التنشن لما بيحصلش عندك روتيشن، يعني هنا ده ولا ده بيدور ولا ده ايه ولا ده بيدور، فده الانيشال تنشن. ليه هنا قانون لسه عاوزين نتكلم عن الحسابات بتاعته ايه بعدين. طيب تاني حاجه عندك التايت سايد تنشن اللي هي الاف تي دي، الاف تي ماشي هو التنشن الموجود في التايت سايد اوف ذا بيلت، اونلي اكزيست وين ذا بيلت از ترانسميتنج باور نيجليكتنج ذا افكت اوف سنترفيوجال فورس، يعني هو بينشا نتيجه لما البيلت بين عندك باور. والسلاك سايد هكذا، هو التنشن اللي في ناحيه الايه السلاك سايد اللي اتكلمنا عنها. ايه هو سنترفيوجال تنشن؟ سنترفيوجال تنشن هو التنشن الناشئ نتيجه سرعه السير. ماشي، بوجع عام السنترفيوجال تنشن دوت تقدر تعمله يعني نيجليجيبل ات لو سبيد. ماشي تمام، طيب ماشي، ده كده السنترفيوجال ايه تنشن. عايزين نشوف بعد كده التوتال تنشن. ايه هو التوتال تنشن؟ التوتال تنشن هو ايه، شايف الاف تايت دوت ومعاك السنترفيوجال فورس، الاثنين السنترفيوجال تنشن والسلاك والتايت تنشن دول اسمهم التوتال تنشن في التايت سايد اللي هو ده التوتال، هو تي واحد اللي هو الاف تي ديت اللي هنا والسنترفيوجال. طيب التوتال تنشن في السلاك سايد، يعني دي السلاك سايد، ده التوتال تنشن في الايه في الناحيه السلاك زائد السنترفيوجال ايه زائد السنترفيوجال تنشن. طب تمام، عاوزين نشوف كذا اكزامبل كده ونشوف ايه التنشن اللي بيتم فيها. لو انا عندي نون اوبريتنج كونديشن، يعني عندي الموتور ثابت اللي هو درايف ودريفن بولي ثابت والبيلت مش بيدور،
ساعتها تنشن هيبقى ايه؟ هيبقى تنشن عندي هو انيشال تنشن بس. طب لو شفنا الاوبريتنج كونديشن لما يبقى عندك الباور ترانسميتد بتوين تو شافت، هيبقى التنشن عندك هي في السلاك والتايت سايد. بمعنى يعني عندي لما بيدور التنشن اللي في السير، لو جيت قطعت السير وشفت التنشن مش هشوف مش هشوف التايت تنشن، مش هشوف التي واحد بس، لا هشوف التي واحد زائد التي في. طب لو قطعت في السلاك سايد هشوف التي اتنين زائد التي في. ده كده فكرة الايه التنشن. والحالة في النص ديت إلى حد ما مش يعني ما تقدرش توضحها بشكل قوي يعني، ليها اعتبار يعني، فمش هنتكلم عنها. عاوزين نشوف دلوقتي الايه الحتة اللي بعد كده. يعني احنا شفنا انواع، 6 انواع، اللي هو الانيشال تنشن، التايت سايد تنشن، السلاك سايد تنشن، السنترفيوجال تنشن، التوتال تنشن في التايت سايد، والتوتال تنشن في السلاك سايد. نبص تاني على الفيديو. انت هو هنا دلوقتي ثابت، يعني هنا في الاول نون اوبريتنج كونديشن ومفيش اي لود، يعني هو مش موصل البتاع اللي هنا لتحت ديت، فالاتنين تنشن واحد، ده الانيشال تنشن. راح موصل اللود اللي هنا دوت، فكبر التنشن معاك. حصل هنا عندي روتيشن، روتيشن بدأ يدور وينقل بقى، بينقل باور. فانا عندي حصل بقى تنشن، نفس هو التنشن بتاع اللود مع التنشن بتاع الايه بتاع السنترفيوجال فورس، مجموع الاتنين مع بعض ده بنسميه توتال تنشن، وده التوتال تنشن، واحده في التايت سايد واحده في الايه في السلاك سايد.